الحضان، وكثير منا بيلجأ لحتى يلتقي أصناف بتحتوي على كميات هائلة من الدهون، وهالشي ممكن يؤدي لعادات غذائية سيئة ممكن هتشكل ضرر على الصحة. فكيف ممكن نخلي المائدة الرمضانية غنية وصحية؟ وحتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع أكيد منرحب معنا بأخصائية التغذية روان الجعبري. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. سهلا بيك يا روان. يعني يمكن روان فكرة الصيام بحد ذاتها هي فكرة صحية جدا، ومؤخرا نشوف الأطباء حول العالم صاروا يوصفوها يعني للأشخاص كطرق من العلاج، وحتى أنه هي بها فوائد كثيرة وعظيمة. فاليوم احنا شلون نقدر نستفيد من شهر رمضان المبارك صحيا؟ هلا مثل ما حكيتي، هلا اخر دراسات عم تنعمل كثير من الاشخاص بلشوا يلجأوا للصيام بطريقه، يعني لما بنحكي شوي عن الصيام المتقطع هي من الانظمه الغذائيه اللي شوي الناس هلا عم تتجه لها وعم بحاول انهم يتبعوها، لانه الدراسات بينت قد ايه الصيام ممكن يفيد الجسم، وكمان كيف ممكن يرجع على صحتنا بكثير نواحي سواء كانت على المدى القصير او حتى على المدى البعيد. هلا من ناحيه صحيه كثير ممكن الصيام يفيد صحتنا، فهو بحافظ على مستويات السكر بالدم، ممكن يساعدنا كثير للحفاظ على مستويات الكوليسترول. فالاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع بالكوليسترول او هم عرضه للاصابه بارتفاع الكوليسترول او امراض القلب كثير ممكن الصيام انه يساعدهم. ولكن الحلو هلا احنا شهر رمضان الفضيل جاي، وهي فرصه ذهبيه، لانه انا عم بشوف الناس هلا الكل عم بركض على الاسواق، والكل عم يخاف شوي انه كانه الاكل حينتهي من الحياه. بالعكس هلا فرصتنا كثير حلوه أن نحاول نتعلم الأنظمة الغذائية، نتعلم عادات صحية جديدة، نكسب نمط حياة صحي لحياتنا، لأنه خلص هاي أمور دينية رح نستفيد منها دينيا، وكمان بدنا نحاول نستفيد منها كمان على مستوانا الصحي كمان. أكيد مزبوط. طيب روان، كتير في من الناس، يعني إحنا كنا عم نحكي أنه هي خلينا نحكي طريقة صحية إذا إحنا بنمشي فيها صح، ولكن كثير في من الناس من هون لاخر شهر رمضان بتلاقي زاد وزنهم بشكل كثير كبير ومش طبيعي، مع انهم صايمين بفترات ساعات كثير طويله ما بياكلوا فيها، بس بنلاقي وزنهم زاد. شو ممكن يكون المشكله هون؟ هل جسمهم ما بيناسبه مثلا هذا النوع من الصيام، او 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 مثلا طبيعه الاكل؟ هلا بالعاده الناس اكثر فكره هم بقنعوا حالهم فيها انه انا صايم لو فتره كثير طويله وراح اصوم برضه اليوم اللي بعده فتره كثير طويله، فمن حقي اكل الكميه والنوعيه اللي انا بدي اياها بغض النظر شو كانت نظام الغذائي. طبعا هون بتبلش المشكله. وفي اشخاص ثانيين كمان ما بياكلوا الا وجبه واحده خلال اليوم، خلال شهر رمضان الفضيل طبعا على وجبه الافطار، وبكتفوا بهاي الوجبه. هاي كمان ممكن تكون سبب لعدم خساره الوزن وحتى زياده الوزن، لانه الصيام لساعات كثير طويله ومره واحده بس ناخذ الوجبه، هون جسمنا حياخذ احتياجه وهو شاعر بالخوف، لانه في ساعات كثير طويله ما عم يدخل مصدر للطاقه للجسم، فحيخاف وحيحاول انه يخزن دهون كمصدر للطاقه قد ما بيقدر. فعشان هيك بدنا نحاول نتجه للتوازن قد ما فينا، فعشان نكسب انه احنا شهر رمضان ويكون هاي الفرصة اللي كتير مفيدة لإلنا، من نحاول نقسم وجباتنا بطريقة صحيحة. يعني منبلش وجبة الإفطار، طبعا أكيد أول ما بنفكر بالإفطار بدنا نشرب عصائر قد ما فينا وناخد أي شيء قدامنا، فبدنا نحاول قد ما بنقدر انه نشرب مي، ناخذ تمر، وممكن ناخذ كمان كوب شوربه او لبن حسب شو الخيارات الموجوده عندنا. بدنا نرتاح شوي، وبنحكي عن كميات معتدله مش كميات كثير كبيره، عشان نترك مجال للاصناف الثانيه من الاطعمه انه ناخذها وناخذ القيمه الغذائيه للوجبات. بعد هيك بدنا ننتقل لوجبه الافطار، بدها تكون غنيه بالبروتينات اللي بتساعدنا على الحفاظ على نسبه الكتله العضليه اللي محتاجينها عشان يكون معدل الحرق بالجسم عالي، وبالتالي خساره الدهون افضل. فبدنا نحاول انه يكون في بروتينات، عم نحكي عن الدجاج، اللحوم، الاسماك، او مثلا شوربه العدس، كثير اصناف من البروتينات ممكن نخليها على وجبه الافطار. بالنسبة للنشويات أو الكربوهيدرات كمان وجودها كتير أساسي على وجبة الإفطار، ولكن بدنا ننتبه لطريقة التحضير. فالناس هلا رح تحكي إنه في سمبوسك، في كبة، في كتير أصناف، وهي نشويات ممكن إحنا ناخدها، ولكن بدنا ننتبه إنه طريقة تحضيرها هي مقلية، فممكن إحنا ناخدها ولكن ننتبه إنه نحاول نستبدل طريقة تحضيرها تكون مشوية بدل ما تكون مقلية. ننتبه للكميات عشان إحنا ما نتعدى عدد السعرات الحرارية اللي إحنا جسمنا محتاجها. أكيد كمان تناول الخضار أمر أساسي، فممكن يكون على شكل سلطة أو شكل شوربة، أو ممكن يكون مشوي أو مطبوخ بأي طريقة ممكن، ولكن وجود الألياف
من الأمور اللي كتير أساسية خلال شهر رمضان، لأنه للأسف كتير ناس ممكن أدهو شهر رمضان ممكن يفيد أمعائنا وجهازنا الهضمي، ولكن كتير من الناس ممكن تعاني من الإمساك، لأنه الصيام لفترة كتير طويلة بخلي أمعائنا أوريدي هي بحالة هدوء، ما في حركة كتير لأنه ما في هضم، فإنه نفاجئ جسمنا مرة واحدة بالأكل والأصناف الغير صحية ممكن يفاجئ أمعائنا، بالتالي يصير إمساك. عشان هيك نحاول نشرب مي، نحاول نتناول الخضار، التمر أو الفواكه المجففة. في كسر الصيام ممكن يكون كمان حل كتير مفيد لكثير من الأشخاص. التين المجفف، الأراسيا، ممكن نحكي كمان عن التمر. كلها هاي الأصناف غنية بالألياف بتساعدنا إنه نكسب المعادن والفيتامينات اللي جسمنا محتاجها، وبنفس الوقت نتخلص من مشاكل ممكن احنا نتضايق منها او نعاني منها. نعم صحيح. طيب اليوم روان اللي ذكرتيه، هل هذه الخطوه يتبعها الاشخاص اللي يريدون يقللون وزن برمضان او لا اكو امور اخرى لازم يتبعوها؟ هلا اللي بخص الاشخاص اللي حابين انهم يخسروا وزن، بالعكس بدهم يتناولوا جميع هاي الاصناف اللي حكينا عنها، بالاضافه للوجبات الخفيفه بين الوجبات الاساسيه وكمان وجبه السحور، بس بشرط انها تكون غنيه بالبروتينات، النشويات اللي فيها تكون محضره بطريقه صحيحه. نحكي عن نشويات الرز، البطاطا، الذره، كثير اصناف ممكن تكون بتندرج تحت لائحه النشويات، بدنا ناخذها ولكن بكميات معتدله عشان نقدر نخسر الوزن. هلا كثير من الاشخاص ممكن مثل ما حكيت لكم يفكروا انه احنا عشان رمضان فاحنا مفتوح عنا بالنسبه لنا الاصناف والكميات اللي بدنا اياها، بس بالعكس اللي بده يخسر وزن انا بحكي له انه عندنا ساعات كافيه للجسم انه يحرق، عشان تقدروا تحرقوا منيح بدكم تعطوا جسمكم كفايته من الاصناف الطعام الصحيه تكون متباعده، يعني نحاول انه بين كل وجبه والثانيه يكون تقريبا من ساعتين لساعتين ونص، عم نحكي عن وجبه رئيسيه وسناك. حلو. فاحنا ممكن مثل ما حكينا نكسر صيامنا بالسناك اللي هو الفواكه واللبن والمي، اكيد نحاول نرتاح شوي، انه نصلي، نعمل فرائضنا، لو بدنا نجهز شيء ثاني كمان ممكن، بعد هيك نرجع للوجبه الاساسيه اللي تكون غنيه الياف، بروتينات ونشويات، بعد هيك ممكن احنا نرتاح وناخذ السناك. طبعا السناك هون بالنسبه لكل الناس قطايف، كنافه، مهلبيات، بدنا نتحلى بدنا نتحلى اي شيء فيه سكر. هلا هون احنا من شوي ما ححكي لكم انه احنا ممنوعين، ولكن بدنا نهتم انه مو شرط احنا كل يوم ناكل حلو، نحاول ننوع بين الاصناف، ناكل حلو وكله قطايف ما عندي مشكله، ولكن بناكل بكميات معينه، نحاول نفكر او نحسب بنظامنا الغذائي شو اللي اكلنا على وجبه الافطار عشان يكون عندي مجال اني اخذ مثلا القطايف او الكنافه او المهلبيه، نحاول قد ما فينا انه تكون مشويه مثلا مش مقليه، ناخذ كميه بسيطه مش كميات كثير كبيره، وهيك احنا بنكون مبسوطين ومرتاحين، وبنفس الوقت انه عم نخسر وزن ومحافظين على السعرات الحراريه. بالنسبه لوجبه ممكن كمان ناخذ سناك، وممكن كمان يكون في عندنا وجبه السحور. وجبه السحور هون اللي بتخليكم تكونوا قوايا لتكملوا ساعات للصيام خلال النهار، فبدنا نحاول نبتعد عن اي مصادر من اللحوم المصنعه، اي مصادر تخلينا نشعر بالعطش، فبدنا نحاول نبتعد عن الوجبات السريعه، اللحوم المصنعه، السكريات والحلويات، لان هاي كلياتها بتخلي عنا اضطراب بمستويات السكر بالدم، وبالتالي جوع اكثر، عطش اكثر، ما حتقدروا تكملوا صيامكم بالطريقه الصحيحه. الاشخاص المدخنين للاسف اول شغله بيعملوها خلال رمضان انهم بكسروا صيامهم بدخان وقهوه. صح. يمكن هاي موضوع التدخين شوي الناس بتتغلب منه، انه اللي ما بدخن ما بيعرف شو شعورنا، ولكن اوكي ما عندنا مشكله لو مضطرين. هلا احنا دائما اكيد بنحكي ما بدنا ندخن، وبدنا نحاول انه نبتعد قد ما فينا عن التدخين والارجيله، ولكن الشخص اللي مضطر بدي انصحه انه حاول انه ما تكسر صيامك مباشر بالتدخين والقهوه، عشان جهازنا الهضمي اوريدي ما بيكون مستعد لانه يدخل له هاي الاصناف، ممكن يصير عنده مشاكل مع الوقت، ما حيقدر يكمل صيامه بالطريقه الصحيحه. عشان هيك نكسر صيامنا بالطريقه المضبوطه، نشرب مي، ناخذ سناك، وشوي شوي على معدتنا، واهم شيء انه الواحد ياكل الاكل على مهله، ما في داعي للاستعجال عشان ما نشبع بسرعه، لانه كثير ناس بيحكوا انه بدنا ناكل هيك وهيك وهيك على الفطور، ومش مصدقين امتى بدها تيجي وجبه الافطار. اول ما تيجي وجبه الافطار لقمتين خلص شبعنا. صح. عشان ما يصير فينا هذا الحكي نحاول انه نقسم وجبتنا لاجزاء صغيره وتكون غنيه بجميع الاصناف
والأصناف الأساسية والمجموعات الأساسية للأطعمة. حلو تمام. طيب روان خلينا نحكي شوي عن الرياضيين لأنه مهم كتير بشهر رمضان بيتغير كل النظام، يعني شو أنسب وقت لحتى نمارس الرياضة؟ يعني كان مثلا قبل الفطور بعد الفطور، شو الوقت الأكثر إشي مناسب اللي بيكون فيه عندنا طاقة وبنفس الوقت عم بحرق وعم بفيدنا؟ هلا بالعاده الرياضه بتتصنف لصنفين، في عندنا رياضه الكارديو، في عندنا رياضه اللي هي الرياضه الهوائيه اللي بتساعدنا انه نحرق دهون، وفي عندنا رياضات ثانيه اللي بيكون فيها حمل اثقال بتساعدنا على بناء على انه نبني الكتله العضليه. هلا الاشخاص اللي حابين انهم يتمرنوا قبل الفطور اكيد ما في مشكله، ولكن بنصحهم انه تكون قبل وجبة الإفطار بتقريبا ساعة، عشان إحنا هون أول ما نخلص تمريننا مباشرة ممكن إحنا نعوض جسمنا ونعمل ريكفري أو استشفاء للعضلات وما نخسر كتلة عضلية. فسواء كانت الرياضة كارديو أو حتى بدها تكون رفع أثقال، ولكن إنها تكون قريبة من وجبة الإفطار ساعة على الأقل، عشان إنه نحاول إنه نعمل استشفاء للعضلات وما نخسر كتلة عضلية. والكتلة الدهنية أكيد رح تنخسر، بس أغلب الناس اللي ما بياخدوا وجبتهم متكاملة بعد التمرين الرياضي ممكن يلاحظوا أنهم عم يخسروا دهون، بالمقابل كمان عم يخسروا كتلة عضلية جدا عالية. أما بالنسبة للأشخاص اللي حابين أنهم يتمرنوا بعد وجبة الإفطار ما في مشكلة، ولكن نحاول نخلي تقريبا عندنا ساعتين يعني بعد وجبة الوجبة اللي بدنا نتناولها يكون فيها ساعتين تقريبا، عشان الجسم يكون هضم الأكل وتكون العمليات الأيضية عم تشتغل بالطريقة الصحيحة، ليكون في عنا أداء رياضي بأعلى كفاءة ممكن إحنا نكسبها. فالرياضة سواء كانت قبل الإفطار أو بعد الإفطار ما في مشكلة، ولكن طريقة تغذيتنا بعد التمارين الرياضية هي اللي بتفرق معنا. نعم صح. حلو. طيب اليوم روان نشوف أكو هواية ناس يمكن بالفطور أكلهم يكون قليل جدا، ممكن يقتصر فقط على الشوربة، لكن من بعد حين نقول ساعة ونوصل للفطور لحد آخر لحظة قبل أذان الفجر وهم يبقون يأكلون سواء حلو أشياء خفيفة أشياء ثقيلة، هنا أنا هلا أكو غلط بالموضوع والغلط وين شلون نصححها؟ هلا بالعادة الناس اللي بتاكل وجبة واحدة مثلا أو بتفطر على شوربة ما في عندنا مشكلة لو كانت إحنا خياراتنا بالاعتدال، ولكن لو هم حابين إنهم يفطروا ويتركوا شوي مجال وبعدين ياخذوا وجبة الإفطار بعد بوقت ما في مشكلة، ولكن دائما بنحكي إنه يعني عم نتعامل إحنا مع الجسم إنه عم نقسم وجبات على فترات متباعدة، ولكن إنه بدنا نهتم بالسعرات الحرارية بالإضافة لنوعيات الأكل، يعني مش إنه إحنا بنشرب شربة على الإفطار فهي أكلة خفيفة فمسموح لنا ناكل قد ما بدنا. حلو، أكيد هالمعلومة يعني أو هالعادة أكيد مش مضبوطة. ليش؟ لأنه كثير من الناس بيهتموا فقط بالسعرات الحرارية على الوجبات الغذائية، فممكن يحكوا إنه إحنا عم نتناول 1500 سعرة حرارية ولكن كلياتها تكون أصناف غير صحية. بالمقابل هون الجسم ما حيكون عم يعمل بأداء يساعده أنه يخسر الوزن بطريقة صحيحة، عشان هيك ممكن نسمع جملة أنه إحنا ما عم ناكل وعم ننصح، أو ما عم ناكل وما عم ننحف، لأنه شو مندخل إحنا لجسمنا هو بالمقابل شو ممكن يعطينا نتائج، عشان هيك نحاول قد ما فينا لو بدنا ناخذ افطار خفيف ما في مانع، ولكن نضمن انه ناخذ كميه البروتينات الضروريه للجسم، النشويات والالياف اللي كثير مهمه. فامتى بدهم يتناولوا الوجبه وبرجع بالاخر لكل حدا كيف نمط حياته وبيته، يعني ممكن نلاحظ انه في كثير من الاشخاص خلال رمضان ما بيناموا خلال بعد وجبه الافطار للسحور صح، وبيناموا خلال النهار. هلا هدول ما بقدر اعاملهم طريقه معامله الشخص اللي بينام بين يعني بيكون عنده نوم وبعدين بصحى على وجبه السحور ليتسحر وبعدين برجع بكمل نومته، ولكن انا بدي انصح الجميع انه النوم كثير ممكن يساعدنا لنخسر وزن ويساعدنا كمان نحافظ على صحتنا. فعم نحكي عن نوعيه نوم وعن عدد ساعات نوم تكون كافيه للجسم ليقدر يكون مرتاح، لنتجنب اي اضطراب هرموني ممكن انه يحصل على الجسم، ونقدر انه نحصل على خساره وزن باكبر قدر ممكن ولكن بالطريقه الصحيحه. بالطريقه الصحيحه، يعني الموضوع مش بسرعته قد ما الموضوع انه انا بدي اخسر وزن بطريقه صحيه. صح مزبوط. حلو. طيب خلينا نحكي الشخص العادي بالوضع الطبيعي، خلينا نحكي مش بشهر رمضان، بيحتاج تقريبا 2000 كالوري باليوم، هل نفس السعرات الحراريه بنحتاجها بشهر رمضان بهاي الفتره القصيره اللي بنقدر ناكل فيها؟ يعني هلا بالعاده
تقريبا كل شخص عن شخص بتختلف قد ايه محتاج سعرات حراريه. فاحنا ما بنقدر نعتبره ستاندرد انه كل انسان محتاج هاي ال2000. في شخص محتاج 1500، في ناس 1600، في ناس 2000، في ناس 2500. كل شخص بيعتمد شو هدفه بالحياه، شو هدفه الصحي، شو محتاج يعمل لجسمه. فالشخص الرياضي على سبيل المثال ممكن احنا نجيب اكثر من شخص رياضي، بيكون كل واحد عنده هدف وكل واحد احتياجات جسمه مختلفه عن الثاني. فعشان اقدر احدد قد ايه كل انسان محتاج سعراته الحراريه وهل هي نفسها تكون خلال شهر رمضان، محتاجين نعرف شو الهدف تبع الاشخاص. ولكن اكيد احنا محتاجين تقريبا نفس السعرات الحراريه اللي محتاجينها خلال الايام العاديه ممكن احنا نغطيها خلال شهر رمضان. ولكن انا دائما بنصح الناس باللحظه، بالاخص الاشخاص اللي حاسين انهم او حابين انهم يخسروا وزن، باللحظه اللي حاسين انكم مستكفين من الاكل لا تضغطوا زياده، ولكن حاولوا انكم توازنوا بالاصناف اللي بتدخلوها. يعني ما ننتهي من كل بس حصه النشويات ونشبع، نحاول انه واحنا عم ناكل نحاول ناخذ من كل صنف عشان لما نوصل حد انه خلص اكتفينا ما نكون اخذنا بس من صنف واحد وجسمنا ما يستفيد. فناخذ شوي من بروتين، شوي من النشويات، شوي الياف، وهيك نمشي على نفس الترتيب لحد ما نحس انه امورنا منيحه ما في مشكله. ولكن اكيد تحديد الكميه امر كثير مهم. فحتى النقرشه من هون ومن هون هاي المشكله بالنقرشه، انا عندي مشكله بالنقرشه بس هاي كمان مرفوضه النقرشه، لانه كثير من الناس بيحكوا انه احنا اصنافنا صحيه ولكن ما بنعرف ليه عم بيزيد وزننا. ليه؟ لانهم ما بيعتمدوا على انهم يحطوا بصحونهم الاحتياج تبعهم الكافي بس، يعني بيكون بيعملوا شيرينج فعم بنقوروا من هون من هون من هون، عم ياخذوا من صحون غيرهم. فهذا الحكي كلياتهم ما عم بحسوا او ما عم بحسبوا قد ايه عم بدخلوا سعرات حراريه حتى لو كانت اصنافهم صحيه. فنحاول دائما نحدد كمياتنا بصحوننا، نحاول دائما نفهم الاصناف، نفهم شو البدائل، نعرف طريقه التحضير قد ايه ممكن تفرق معنا، شو الاضافات اللي ممكن نضيفها كصلصات مثلا. هلا ممكن نشوف المايونيز، الباربيكيو صوص، كل هاي الصلصات ممكن هلا نلاقيها كثير على الموائد الرمضانيه. بدنا ننتبه كمان للكميات وننتبه للاصناف كمان اللي بنشتريها. هلا احنا بنحكي كل ما حاولنا نتجنبها لانها عاليه جدا بالسكر، كل ما حاولنا انه نتجنبها بيكون افضل، ولكن اذا اضطرينا نحاول نهتم بالكميه. نعم حلو تمام. طيب روان، هل اكو ممكن نصيحه اخيره غفلنا عنها ممكن نقدمها للمشاهدين بما يخص موضوع رمضان الكريم؟ نصيحتي برمضان الكريم انه نحاول قد ما فينا انه نفهم اكلنا، نفهم اجسامنا، نحاول نكسبها هاي فرصه ذهبيه. ما تخافوا، الاكل بنهائي مش نهايه العالم، ما حنحس يعني انه خلص كانه هذا الشهر الاكل حيختفي بعد رمضان، بالعكس نحاول نكسبها هاي عاده صحيه، نحاول نكسب نمط حياه صحي وكلياته بالاخر حيفيدنا فحنحس حالنا اخف. فكروا بالنتائج النهائيه اكثر ما تفكروا بالاكل، فان شاء الله بيكون رمضان مبارك للجميع ويكون بصحه وخير ان شاء الله. روان احنا بدنا نشكرك على كل هالنصائح، ان شاء الله كل اللي حضرونا هيك يلتزموا بهاي النصائح واحنا كمان نقدر نلتزم فيها كمان. شكرا لك، كل عام وانت بخير.